الوسيط القطري ينتظر إذن موقفا إسرائيليا واضحا حيال مقترح الهدنة في غزة، في وقت يكتنف المشهد غموض كبير حول مصير المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، الرهائن في قطاع غزة. تطورات تأتي في وقت تتحدث فيه مصادر عن وصول وفد من حركة حماس بمرافقة قطرية إلى القاهرة للتفاوض، وجولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني بالوكالة شملت لبنان وسوريا، وخرج منها بتصريحات عدة ورسائل مختلفة. في نقاشنا اليوم سنركز في المحور الأول على جزئية الخلاف الإسرائيلي الأمريكي حول المقترح الأخير والتخبط في الداخل الإسرائيلي حول موقف موحد إزاءه، وسنربط ذلك بالمحور الثاني من النقاش حول المخاوف من توسع رقعة المواجهة في المنطقة مع جولة الوزير الإيراني في كل من لبنان وسوريا. دعوني أرحب بضيوفي في النقاش. معي بداية من القدس السيد شلومو جانور الكاتب والمحلل السياسي. من واشنطن أرحب بضيفتي السيدة حنين غدار كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. أهلا بكما معي في هذا الجزء من النقاش. يعني هناك تطورات كثيرة صراحة. سيد شلومو جانور، أنت دائما لديك معلومات وتحليل مختلف، دعنا نحلل قليلا. الفوضى السياسية في إسرائيل حول مقترح بايدن، والأنظار نعلم أنها تتجه إلى حكومة نتنياهو لكي على الأقل تعطي رد واضح بشأن ما طرح. لماذا لم ينجح نتنياهو حتى الآن بإقناع وزرائه والنواب باتخاذ موقف موحد؟ ما هو المشهد لديك؟ نتنياهو يحافظ على الضبابية وذلك لمنحه حرية التحرك إزاء المشاكل التي يواجهها داخل الائتلاف الحكومي الضيق، خاصة من قبل التهديدات من الأحزاب اليمينية المتشددة. ولكن ربما هذا سيكون مخرجا بالنسبة له مساء اليوم عندما أعلنت الأحزاب المتدينة الشريكة في الائتلاف الحكومي بأنها ستؤيد أي اقتراح يؤيد صفقة الإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين. بموجب العقيدة الدينية يجب فك أسر كل أسير، هذا بالنسبة. وهنا ضمن نتنياهو ركنا هاما في الائتلاف الحكومي، مما معناه بأنه سيقلص من مدى نفوذ وتهديدات بن غفير وسموتريتش من اليمين المتشدد. نعم. المعارضة أيضا قدمت له شبكة الأمان في حال إقراره وتقدمه في الصفقة. أيضا هناك الأحزاب الأخرى الائتلافية مثل حتى الآن بيني جانتس الذي أيضا ربما سيعدل عن قراره الانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال صدور موافقة من قبل نتنياهو على تبني الصفقة بصورة على قلت دي. جملة جدا مهمة سيد شلومو، ولو باختصار لكي نشرك معي أيضا ضيفتي من واشنطن. قلت في حال وافق نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن، ربما تابعت مساء هذا اليوم، هو قال في مقابلة أجرته معه مجلة تايم نشرت اليوم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربما يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية نحن نعلمها، يعني لا يريد أن يعود إلى الاتهامات ويدخل إلى السجن وتنتهي حياته السياسية. هل سيوافق أم لا يوافق حسب تحليلك؟ أعتقد أنه في الاتجاه إلى الموافقة رغم أنفه، لأن الشارع الإسرائيلي الساحة السياسية أيضا تطالب ذلك، وأيضا الجمهور الإسرائيلي برمتي الذي يخرج إلى المظاهرات شبه اليومية يطلب بالإفراج عن المقطوفين الإسرائيليين. ولكن الكل بانتظار هنا، والأمر يتوقف ليس فقط على موافقة نتنياهو بل يتوقف أيضا على رد واضح وصريح وعلني من قبل حماس. نعم. هل هي أيضا موافقة على الدخول في المفاوضات؟ ولكن ديما اسمحي لي اختصار، أعتقد بأن الجزء الثاني من البرنامج هو هام لأنه أطل وأنا سوف لا أشارك فيه، ولكن أشير في هذه الساعة إلى التئام مجلس الحرب الإسرائيلي. نعم.
لا أوكي، سأصدق الأمور. هناك ربما هناك هذا أسئلة، بيعطيك، هناك أسئلة لك، ولكن تفضل. أعتقد بأن الأعين الآن متجهة إلى الجبهة الشمالية بين إسرائيل وبين حزب الله، وربما هذا سيقلب المقاييس والموازين والحسابات المختلفة، لأن العنوان الوحيد الموجود على جدول أعمال مجلس الحرب هو إجراءات حاسمة وجديدة ضد حزب الله اعتبارا من مسألة. سأتي إليها سيد شلومو، ولن تغادرني يعني في المحور الأول قبل أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول هذا الأمر، لا تقلق، يعني أنت دائما معي في هذا النقاش. ضيفتي السيدة حنين غدار، استمعت إلى ما قاله السيد شلومو غانور، يعني حسب تعبيره هو سيوافق نتنياهو رغم أنفه بسبب الضغوط الداخلية. ماذا عن ضغوط البيت الأبيض؟ كيف يتعامل البيت الأبيض مع كل هذا الجدل السياسي الداخلي؟ والبيت الأبيض يخشى من توسع رقعة النزاع ويريد أن يوقف هذه الحرب ولو مؤقتا من أجل الانتخابات. ما المعضلة الآن لدى بايدن وإدارته؟ مساء الخير، يعني بعتقد أنت كمان جاوبتي على هذا السؤال بالسؤال نفسه. الانتخابات هي المقياس الأساسي لإدارة بايدن بكل القرارات أو المقترحات اللي عم بتقدمها بخصوص الحرب في غزة وفي المنطقة بشكل عام. يعني المشكلة الأساسية نسبة لبايدن هي مش الصوت العربي تحديداً قد ما هو الصوت يعني young people، الشباب، صوت الشعب، يلي هن بلشوا يحسوا انه اذا ما خلصت الحرب بغزة او اذا 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 صار في تطورات اكثر من اللي عم بيصير وما صار في وقت اطلاق النار، الادارة عندها مخاوف حقيقية انه تخسر الانتخابات. ولكن انا بعتقد هذا الاقتراح اليوم هو ضغط على اسرائيل قد ما هو ضغط على حماس. الادارة شايفته هو مقترح يمكن لن يبصر النور قريبا، ولكن على القليلة انه الرئيس بايدن عم بيقول للداخل الأمريكي، يعني للناخب الأمريكي، أنه أنا خطة اليوم تغيرت بمحل ما، اللي هي قبل كانت دعم إسرائيل من دون حساب. هذا النقط الأساسي كان من الشارع الأمريكي، أنه الرئيس بايدن عم يدعم إسرائيل من دون أي حساب ومن دون أي ضغط. اليوم عم بيقول بايدن أنه أنا اليوم عم أقدم خطة متكاملة لوقف إطلاق النار على مراحل، وهيدا الهدف الأساسي هو مش الحرب، هو وقف إطلاق النار. يعني عم بلبي مطالب الشارع يلي عم بتقول أنه بدأ وقف لإطلاق النار. هيدي خطة انتخابية أولاً طبعاً إلى علاقة بالانتخابات، ولكن من ضمنها كمان يعني مثل ما قال ضيفك هي ضغط على حكومة نتنياهو. يعني كلنا بنعرف أنه الكيمستري بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن منا بأحسن حالاتها، فهي ضغط على حكومة نتنياهو اللي هي كمان تحت الضغط اليمين الإسرائيلي، وبنفس الوقت كمان ضغط على حماس، لأنه اليوم إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على هيدا الطرح وحماس بكرة قالت أنه أنا ما رح وافق، ضغط بده يصير أكثر على حماس من الرأي العام العالمي إذا حماس قالت لا للمقترح الأمريكي. يعني هي ضغط على حماس بشكل أساسي أنا بعتقد، لأنه إذا الكل وافق عليها وحماس قالت لا، وخاصة إذا مصر وقطر وافقوا على هذه الخطة وحماس قالت لا، يعني حماس هتكون السبب الرئيسي باستمرار الحرب. هيدا اللي عم بجرب يعمله بايدن اليوم، يحط المسؤولية أولا على نتنياهو وعلى حماس، ويقول للناخب الأمريكي الداخلي عم بيقولهم أنه أنا اليوم هدفي الأساسي هو وقف إطلاق النار مش الحرب. وبعتقد يعني في تجاوب بهذا المحل. المشكلة هي أنه تفاصيل الخطة غير واضحة كلياً. يعني مين بده يضمن فعليا حماس بكرة؟ إذا حماس وافقت اليوم وقالت أنه أنا بقبل بهذه الخطة، هل فعلا قطر ومصر تضمن حماس؟ في شك بهذا الموضوع، في شك بواشنطن ضمانات أمريكية أيضا للقيادات السياسية لحركة حماس في قطر. يعني هذا الموضوع متداول منذ أكثر من شهر أو من شهرين. ولكن سيدة حنين أيضا لأنتقل إلى الجزئية، لأنه كل شيء يحدث بالتزامن مع بعض، يعني هناك عدة محاور مع بعض. نحن ننتظر رد نتنياهو وحكومته وأيضا رد حركة حماس. أعتقد الجانب القطري كان واضح بأنه الغموض من الطرفين حتى الآن، ولكن على الأقل هناك وفد من حركة حماس موجود في القاهرة.
القاهرة. بالتزامن مع ذلك لدينا زيارة لوزير الخارجية الإيراني بالوكالة موجود، وهو يجول على لبنان وأيضا على سوريا بالوقت الذي يتم الحديث عن الهدنة بعد تصريحات المرشد. إلى أي مدى ذلك يقلق البيت الأبيض ويضغط أكثر على نتنياهو للموافقة على اقتراح الهدنة من أجل يعني عدم توسيع رقعة النقاش أو عدم إفساح المجال لتطور الأمر إلى أمور لا تحمد عقباها؟ بالطبع هذا هو الموضوع الأساسي اليوم، ليش الإيران النظام الإيراني بعت مبعوث على لبنان تحديدا، لأنه مثل ما بنعرف يعني كل المحاولات الدبلوماسية لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الحدود وتطبيق القرار 1701 أو جزء منه طبعا يعني مش كله، تواجهت بالرفض من حزب الله نفسه. حزب الله قال بكل وضوح لمبعوث الأمريكي أموس هوكستاين والأوروبي وغيرهم إنه ما ممكن يصير في وقف إطلاق بلبنان قبل ما يصير في وقف إطلاق بغزة. ففعليا إذا كانت الخطة هي ترمي إلى وقف إطلاق في غزة، معناتها تلقائيا إلى علاقة بوقف إطلاق النار في لبنان، لأنه نصر الله هو التزم بهذا الموضوع أكثر من مرة، التزم قال إنه مجرد ما يصير في وقف إطلاق نار في غزة أنا رح التزم. المشكلة هي إنه اليوم عم تتوسع رقعة الاشتباكات أكثر بكثير من قبل، وكأنه الطرفين عم بجربوا يرسموا حدود جديدة للاشتباكات، بمعنى إنه ممكن تتطور بأي لحظة لحرب حقيقية مش بس رد عسكري. بعتقد الطرفين ما بدهم حرب، بس ممكن الأمور تنزلق بطريقة كتير سريعة، وهيدي مشكلة كتير كبيرة لإدارة بايدن، لأنه إذا بدل وقف إطلاق النار صار في حرب بمنطقة ثانية وتوسعت لحرب إقليمية وإيران جزء منها، هيدي مشكلة كتير كبيرة، لأنه ما بتقدر إدارة بايدن تمنع إسرائيل أنها تحمي حالها من حزب الله وبنفس الوقت في انتخابات. نعم، دعيني أجير هذه النقطة للسيد شلومو جنور، وأيضا سنفصلها يعني أكثر بالعمق. سيد شلومو، يعني ضيفتي هي تقول بأن البيت الأبيض، أنت استمعت، البيت الأبيض لا يريد توسع رقعة النزاع، وصراحة سمعناها كثيرا جو بايدن من وزير خارجيته، ولكن يعني هناك أصوات في الداخل الإسرائيلي تقول عكس ذلك تحديدا من أقصى اليمين، ونرى بأن الوضع على الجبهة الشمالية، وأنت قلت بأن الاجتماع حول الجبهة الشمالية هذا المساء، هذه الجبهة قد تغير جميع الموازين. في أي اتجاه تحديدا، وإلى أي مدى أصلا القرار بيد نتنياهو بعدم إشعال هذه الجبهة أكثر أو حتى الدخول بجبهة الجولان؟ مبدئياً يجب أن نقول بأن طيلة الأشهر الثمانية الأخيرة إسرائيل اتبعت سياسة ضبط النفس، أي إسرائيل لم تبدأ بالحرب مع حزب الله، بل حزب الله هو الذي فرض الحرب على إسرائيل. وإسرائيل طيلة الثمانية أشهر الأخيرة اتبعت سياسة الدفاع القوي، أي الرد على العدوان الغاشم من حزب الله وعدم الاجتياز الحدود الإسرائيلية إلى العمق بالقوات البرية، إلى العمق اللبناني لتدمير حزب الله، بل قامت بما قامت به بواسطة الطيران، بواسطة الاغتيالات المدفعية وإلى الحزب وأيضا للسيادة اللبنانية. السيادة اللبنانية كانت مفقودة، وهي لا تزال للأسف الشديد مفقودة منذ سنوات، ليس من اليوم وليس من قبل الثمانية أشهر. ومن انتزع السيادة اللبنانية وليس إسرائيل، بل حزب الله انتزع السيادة من الحكومة اللبنانية تحت ذرائع مختلفة. والشعب اللبناني والحكومات اللبنانية. ما قصدت سيد شلومو بأن أيضا كان هناك استفزاز إسرائيلي باغتيال قيادات ودخول بالعمق يعني الضاحية الجنوبية لبيروت، مما دفع أيضا الحزب كما يقول الحزب وأيضا بعض الأحزاب اللبنانية بأن ذلك دفع الحزب أيضا للتصعيد، وأيضا وهو ضبط النفس. يعني استمعت إلى ما قالته ضيفتي من واشنطن، لو أراد الحزب أن يصعد بعد أكثر لصعد بعد أكثر، نحن نعلم ترسانته العسكرية، ولكن ما حدود عدم التصعيد الآن في ظل هناك مبادرة ورقة من بايدن وضغوط أمريكية، وفي ظل أيضا التخبط السياسي حول الموافقة على المبادرة نعم أم لا، وأيضا حول كيفية التعامل مع هذه الجبهة؟ هل القرار بيد نتنياهو؟ ما الذي تتوقعه أنت تحليليا؟
بس أذكر بأن من بدأ بالهجوم على إسرائيل هو في 8 أكتوبر، ليس في 7، أي غداة 7 أكتوبر هجوم حماس هو حزب الله وليس إسرائيل، هذا للعلم، أي حزب الله هي التي بدأت. إسرائيل خلال 8 أشهر الأخيرة اتبعت، وأعود وأكرر بأنها اتبعت سياسة ضبط النفس، ولا تزال تتبع حتى هذا المساء. لا أعرف ماذا سيخرج منه المباحثات في مجلس الحرب، النهائية وحسب تصريحات رئيس الأركان وأيضا تصريحات وزير جانتس بأن وصلنا إلى مرحلة الحسم وأن القوات الإسرائيلية في مواقع هجومية، أي الكل جاهز. ربما النية الآن هي الانتقال وجعل الساحة اللبنانية بأنها هي ستكون الساحة الأولى بعد غزة، بعد أن خفت المواجهات في غزة، هذه إمكانية. نعم. على الصعيد الدولي الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي في مكالمة هاتفية مفاجئة مستعجلة لنتنياهو دعاه إلى مواصلة ضبط النفس وعدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى تدهور الوضع، واعدا بأن سيتم تطبيق قرار 1701 على جميع الأطراف. واضح. بالنسبة للإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية مساء اليوم تواصل ضغوطها على إسرائيل بالتريف، عدم التسرع، وتوعد بأن صفقة أو تسوية موضوع المخطوفين الإسرائيليين ومن ثم وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيعقبه معالجة موضوع شمال إسرائيل، أي موضوع المواجهة مع لبنان. كل هذا معناه الكل يطلب التريث وعدم استعجال إسرائيل باتخاذ القرار. ولكن ما شاهدناه وما تفضلت به الضيفة العزيزة من واشنطن بذكره بأنها شاهدنا طيلة الأسابيع طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة، ولا تزال النار مشتعلة في شمالي إسرائيل لليوم الثالث على التوالي بدون أمادة، وهذا مما يدعو إلى حالة الرد. أذكر هنا بأن 80,000 من السكان شمالي إسرائيل أصبحوا لاجئون داخل وطنهم. أي نفس الشيء لجنوب لبنان للأسف للطرفين سيد شلومو جنور، يعني أيضا للجانب اللبناني، يعني أيضا القصف الإسرائيلي أوقع العديد من القتلى في الجانب في جنوب لبنان، ويعني على أمل أن لا يكون هناك تصعيد، يعني المدنيون من الطرفين هم المتضررين صراحة. على حزب الله أن يبرر ذلك، ولكن ليس هذه مهمتي، ولكن أقول مرة ثانية باختصار سيد شلومو. الكرة الآن والإمكانيات مفتوحة. أعتقد بأن الساعات القليلة القادمة هي حاسمة بمعنى الكلمة، لا سيما وأن حسب المعلومات المبعوث الأمريكي هوكشتاين موجود في باريس، قد يجتمع مع نظيره اللبناني الفرنسي، وربما قد تخرج مبادرة فرنسية أمريكية مشتركة لوضع حل للأزمة التي نراها حاليا. شكرا لك السيد شلومو جنور الكاتب والمحلل السياسي، أشكرك على هذه المعلومات وعلى هذا التحليل. أتوجه مباشرة الآن يعني لكي نكمل هذه النقطة لأنها جدا مهمة معي من بيروت السيد قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي. يهلا بك معي سيد قاسم في هذا الجزء من النقاش. يعني هناك تحرك دبلوماسي واسع، يعني المبعوث الأمريكي في باريس، هناك ربما قد تكون مبادرة أمريكية فرنسية، بالمقابل وزير الخارجية الإيراني بالوكالة موجود أيضا في المنطقة. التصريحات من طهران تختلف عن التصريحات من بيروت وأيضا من سوريا، يعني ما بين التصعيد وما بين التهدئة، ما الذي تقوله أنت تحليليا وكيف تنظر إلى هذه التحركات على وقع يعني الحديث عن مبادرة بايدن للهدنة؟ تحياتي لك أولا وضيفتك. المعلومات ببيروت أن كل الأمور مرتبطة بالوضع في غزة، طالما أن الوضع في غزة مستمر بالتصعيد، كل الجبهات نحو التصعيد ليس فقط في لبنان
بل في العراق وفي اليمن، وهذا قرار اتخذ قبل فترة من قبل قوى المقاومة أن أي تصعيد في غزة سيقابل بتصعيد على كل الجبهات. في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، تقديري ومعلوماتي أنه سيتم الالتزام بوقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية، طبعا رغم التهديدات الإسرائيلية التي سمعناها اليوم بإحراق بيروت أو بتدمير بيروت، لكن كل المعطيات تشير أنه في حال تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سيتم الالتزام. الدور الإيراني لمواكبة هذه الأجواء سواء في حال التصعيد أو في حال التسوية أو المفاوضات، يعني إيران تدعم أي وقف إطلاق النار في غزة، وأعلن سيد باقر اليوم في أمس في بيروت أن كل جهد إيران كانت لوقف الحرب على غزة، يعني هذا هو الجهد. طبعا دعم المقاومة لغزة هو جزء من المناصرة والمساندة وللرد على الاعتداءات الإسرائيلية طيلة الأشهر الثمانية الماضية، لأن إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم بحق الإعلاميين والمدنيين وبحق المناطق الجنوبية، وطبعا هي تواصل تدمير العديد من المناطق مما يفرض الرد عليها. لكن في حال تم التوصل وقف إطلاق النار، أظن أننا سنكون أمام مرحلة جديدة. المبعوث الأمريكي هوكستاين تحدث عن ذلك بشكل صراحة قبل عدة أيام في مقابلة مع مؤسسة كارنيجي، وكان قد طرح هذه الأفكار مع الرئيس نبيه بري في بيروت، وهناك بحث حولها. لكن لا يمكن البحث بأي خطوة يعني لوقف إطلاق النار أو لتطبيق قرائن 101 أو لأي إجراءات في حال استمر التصعيد في غزة. النقطة الأخرى بالنسبة للتهديدات الإسرائيلية، اليوم كان هناك موقف واضح لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أعلن فيه أن أولا حزب الله لا يريد التصعيد ولا يريد الحرب الواسعة، لكن في حال اتجهت إسرائيل إلى التصعيد أو إلى الحرب سيكون هناك حزب الله سيكون جاهزا للرد. نعم صحيح. سيدة حنين غدار، إلى أي مدى يعني إدارة بايدن الإدارة الأمريكية قادرة على أيضا الضغط على حكومة نتنياهو، وقادرة أيضا عبر الوسطاء الضغط على حزب الله من أجل عدم التصعيد، وتحديدا يعني حكومة نتنياهو لأنها الأقرب إليه في جنوب لبنان؟ نحن نعلم بأن الخطر الأكبر لبايدن هو توسيع رقعة النزاع، هذا واضح، ولكن كيف بإمكانه الضبط وما الخطوات تحليليا؟ طبعا اول شيء مساء الخير لاستاذ قاسم، منيح اشوفك. طبعا اليوم بايدن يعني بيقدر يضغط بمحل ما، هو انه دعم حرب متواصله في المنطقه اللي هي بتمتد من غزه للبنان للمنطقه بشكل عام. يعني ما ننسى انه عم يطلع اليوم كمان صواريخ من العراق ومن سوريا غير الحوثيين، يعني هيدي حرب اقليميه بدها تصير. يعني اولا الضغط هو حيكون ضغط دبلوماسي بشكل اساسي، يعني بمعنى الدعم امريكا لاسرائيل ما راح يوقف، اكيد راح يستمر، ولكن ممكن يصير في ضغط من خلال المساعدات العسكريه. وشفنا بمرحله معينه كيف الاداره الامريكيه وقفت صواريخ معينة لإسرائيل، وقفت شحنات أسلحة لإسرائيل. يعني ممكن هذا الشيء 35، يعني أنت ذكرتي هذا الموضوع، عذريني على المقاطعة، سمعنا اليوم فقط من وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن هناك دفعة جديدة من F-35 لإسرائيل، ولكن لم نسمعها من الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح هذا الخبر؟ ما بنعرف بعد، يعني عم نشوف الأمريكان بعد ما أكدوا، ممكن يكون هذا الشيء سبقوا الإسرائيلية، هوني بعدهم ما الأمريكان ما أعلنوها. ولكن في محل ما إذا صار الضغط كتير قوي، يعني وحست الإدارة الأمريكية أن حكومة نتنياهو رايحة صوب الحرب، ممكن الضغط يكون هو بالمساعدات العسكرية. أنا ما قادر أشوف أنه الضغط هيكون بالدبلوماسية أو ممكن يكون بالسياسة، يعني الدعم السياسي لإسرائيل من أمريكا راح يستمر بهالإدارة ولا بغيرها، يعني هذا تحصيل حاصل، ولكن الدعم العسكري هو حيكون نقطة الضغط بشكل أساسي. بس بنفس الوقت بعتقد يعني حتى حكومة نتنياهو ما بدها توسع الحرب بلبنان أكثر مما هي عم تعمله هلأ،
لأنه بعتقد يعني اليوم في شغلتين. أولاً توسيع الحرب معناتها حزب الله بده يستخدم أسلحته الدقيقة، صواريخه الدقيقة، وممكن يستخدم أسلحة أكثر فعالية وبكمية ونوعية أكبر. معناتها أنه إسرائيل حتكون تحت صواريخ حزب الله وين ما كان، مش بس على الشمال. يعني حزب الله حيستنفر وحيستعمل أسلحة كتير أكبر من هيك، وهذا الشيء إسرائيل هلأ ما بتحمله فعليا اليوم. تاني شيء اللي هو كتير أساسي، حرب على لبنان، إذا يعني عم نسمع اليوم لحد هلأ أنه إذا حزب الله ما التزم بوقف إطلاق النار والإسرائيليين ما رجعوا على الشمال، على بيوتهم بالشمال، اليوم الحرب فعليا هل حتقدر تحل هذا الموضوع؟ يعني المشكلة أنه حرب على لبنان ما رح ترجع المواطنين على بيوتهم، لا بجنوب لبنان ولا بشمال إسرائيل، بالعكس حيكون في ناس يتركوا بيوتهم ودمار أكتر. معناتها هيدي المشكلة حتزيد ما رح تنحل، وهيدي شغلة بعتقد الطرفين شايفينها كتير منيح، إنه الحرب هي مش حل لإعادة المواطنين على بيوتهم، بالعكس هي حتسوق الوضع. بس أهم شيء بالموضوع بعتقد الطرفين عم يرسلوا الرسائل العسكرية اللي هي بدهم إياها من دون حرب. يعني اليوم فتحت الحدود، يعني النموذج سوريا صار هو النموذج اللبناني. يعني كل الإسرائيل اللي قبل 7 أكتوبر وقبل ما يفتح حزب الله جبهة جنوب كانت عم تتبع نفس الأسلوب على حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية بسوريا. كان في ضربات إسرائيلية كل يوم تقريبا بسوريا. اليوم هيدا النموذج هو اللي عم يطبق بلبنان، targeted attacks. يعني بعتقد بكفي بهذا الموضوع لحد ما يصير في اتفاق هدنه بغزه بينطبق على لبنان. يعني التصعيد من هنا ومن هناك ولكن محدود، الكل يضبط النفس، ولكن هناك الرسائل موجودة والتهديد أيضا موجود. سيد قاسم، يعني أيضا أريد أن أسألك حول جولة وزير الخارجية الإيراني بالوكالة الآن والتوقيت والدلالات لها. لا نعلم مدى يعني إرادة إيران بعدم التصعيد، كما الولايات المتحدة الأمريكية، كما الجانب اللبناني، كما أيضا الجانب الإسرائيلي ولو من غير التصريحات يعني وراء الكواليس، ولكن إلى أي مدى بإمكان إيران أن تضبط من يناصرها في هذه المنطقة إذا كان في سوريا أو حتى في العراق أو حتى في لبنان؟ يعني إذا لم يكن هناك الحزب هناك أيضا يعني نرى عن طريق الفصائل الفلسطينية التي يعني تتصرف أيضا على الجنوب. ما حدود الضبط وما حدود التصعيد بالنسبة للإيراني حسب تحليلك وقراءتك ومتابعتك للفكر الإيراني؟ يعني أصبح معلوما أن إيران منذ معركة طوفان الأقصى الحرب على غزة حريصة على عدم الذهاب إلى تصعيد شامل في المنطقة وعلى الذهاب إلى حرب. لكن إيران أعلنت أن كل قوى المقاومة تستطيع أن تتصرف وفقا لحساباتها الداخلية أو الإقليمية، كما حصل في العراق أو في اليمن. يعني إيران لم تفرض على أي قوة الدخول في الحرب أو المواجهة، كما أنها لم تطلب من أي قوة حدود معينة. لكن أصبحنا نعلم، وأنا هذا سمعت الكلام من دبلوماسيين غربيين في بيروت، معظم الدبلوماسيين الغربيين في بيروت يقولون أن أهم يعني نتائج هذه الحرب شعورهم ببراغماتية وعقلانية أداء إيران وحزب الله وقوى المقاومة في ظل تصعيد إسرائيلي غير تقليدي، سواء بأسلوب الحرب في غزة أو في المواقف الإسرائيلية. نحن أمام يعني تجربة مهمة جدا عشناها لمدة 8 أشهر، أن إيران وحزب الله وقوى المقاومة تتصرف في إطار دعم المقاومة لكنها لا تذهب إلى التصعيد الشامل أو الحرب الواسعة. وحتى في لبنان يعني حزب الله تصرف ببراغماتية وعقلانية. لكن ما أشكال هذا الدعم اليوم؟ هل هو فقط دعم دبلوماسي ودعم سياسي أم هو أيضا دعم عسكري؟ لأنه تعتبر إيران إذن جزء يعني من هذه المعركة. يعني ليس خافيا على أحد أن إيران تساعد قوى المقاومة في المنطقة منذ فترة، ومجيء باقري هو نوع من استكمال لتثبيت السياسة الإيرانية بعلاقتها بقوى المقاومة. وحتى لا يتم تفسير أن رحيل السيد رئيسي أو السيد عبد اللهيان سيؤدي إلى فراغ في السياسة الإيرانية، حسب معلوماتي
وهذه قالها بعض قيادات مقاومة في بيروت، أنه بعد القيام بجنازة السيد رئيسي والسيد عبد الحيان مباشرة وقبل حصول التشييع، يعني كان هناك فاصل ساعتين أو ثلاث ساعات، تم الدعوة لعقد لقاء لقوى المقاومة في طهران التي كانت موجودة في طهران، وعقد هذا اللقاء وتم إصدار بيان عنه للتأكيد أن القوى المقاومة ستستمر في دعم فلسطين وأن إيران ستدعم هذا الطرح. لكن إيران تؤكد وأكدت أنها تريد وقف إطلاق النار وأن هدفها دعم الشعب الفلسطيني، لكنها لا تريد الذهاب إلى حرب واسعة. حتى عندما قامت إيران بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق، قامت برد ضمن حدود معينة ولم تذهب إلى الحرب الواسعة. نحن أمام أداء جديد أنا برأيي، وهذا طبعا عشناه في بيروت وعشناه على مستوى المنطقة على مستوى قوى المقاومة، وأظن أن الأمريكيين أدركوا هذا الأمر. من هنا يعني يتركز الضغط الأمريكي اليوم على إسرائيل وليس على إيران أو على قوى المقاومة. يعني كل النداءات اليوم الأمريكية هي لالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهذا ما قاله بايدن اليوم كما أشرت في مقدمة برنامجك. ولكن سيد أن الرئيس الأمريكي يقول أن هناك مصلحة سياسية لنتنياهو باستمرار الحرب، يعني اليوم الحكومة سياسية. الإسرائيلية تتصرف لحسابات سياسية ولا تراعي لا ولكن سيد قصير، لماذا إذن هذا التحذير الغربي وقيل على لسان يعني البريطانيين بأنهم حذروا لبنان بأن الصيف سيكون حار؟ كان نعم هناك صحيح. نوع من النفي، ولكن أعطيني تحليلك قبل أنت. قبل ساعات تم نفي هذا الكلام من قبل السفارة البريطانية، لكن الشيخ نعيم قاسم أعلن أن حزب الله تلقى أكثر من يعني معطيات أو معلومات. أنا تقديري هذا الكلام يأتي في إطار الضغط على حزب الله وعلى المقاومة من أجل عدم الذهاب إلى تصعيد واسع كي يتم تسهيل الاتفاق الذي قد يحصل في غزة. يعني هذا تقديري، يعني نوع من جزء من الضغط من أجل المساعدة في نجاح المفاوضات وعدم الذهاب إلى المزيد من التصعيد. يعني بدأنا بالاتفاق وسنختم أيضا بالاتفاق أنت أتيت على ذكره، وأشكرك سيد قاسم. أختم لأن الوقت داهمني، أختم مع السيدة حنين فيما يتعلق بالاتفاق. في ظل كل الذي تحدثنا عنه الآن في هذه النصف ساعة وهذا التحليل، ما الذي تتوقعينه أنت تحديدا فيما يتعلق بمبادرة بايدن الذي قال أنها مبادرة إسرائيلية؟ الوفد حمساوي موجود في القاهرة، هل تتوقعين أن يكون هناك وفد إسرائيلي قريبا وحل هذه الأزمة والبدء بالتفاوض؟ ونختم معا. أعتقد أنه لن يستطيع أي من الطرفين أن يقول لا للمبادرة، يعني صعب كتير حدا يتحمل هذه المسؤولية، ولكن حيصير في لعب ومماطلة على بنود المبادرة. بعتقد الطرفين رح يشوفوا ثغرات في هذه المبادرة، بمعنى الضمانات بشكل أساسي، مين حيضمن حماس، مين حيضمن إسرائيل، هل فعلا مصر وقطر بيقدروا يضغطوا على حماس، هل فعلا بايدن بيقدر يضغط على إسرائيل. وحتى ضمن الخطوات العملية بقلب المبادرة في كمان ثغرات حيتم بعتقد المماطلة من خلالها واللعب من خلالها من الطرفين، لأنه لا حكومة نتنياهو ولا السنوار قيادة العسكرية لحماس بهمهم اليوم تخلص الحرب، لأنه يعني في موضوع أنه شو يعني القضاء على حماس. ما في يرجع نتنياهو من دون ما يقول أنه أنا قضيت على حماس وما يتحمل مسؤولية، بفوت على الحبس أصلا تاني نهار. في محاسبة ناطرته، هو كل ما طولت الحرب كل ما بيستفيد نتنياهو، حظوظه بالاستمرار بتكمل. وبنفس الوقت الحماس بيعرفوا أنه بعدهم بيقدروا يفاوضوا على الرهائن، إذا سلموا الرهائن ما عندهم شيء يفاوضوا عليه يعني اليوم. فمن هيك هل بعتقد الطرفين بدهم يجربوا يماطلوا قد ما فيهم. الاتفاق حيضل على الطاولة، رح يصير في مفاوضات كتير قوية حول الاتفاق لحد ما الطرفين هن يقدروا يلاقوا طريقة يقولوا أنه عملنا الإنجاز اللي بدنا إياه. شكرا لك ضيفتي من واشنطن السيدة حنين غدار، كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. أيضا ضيفي من بيروت، شكرا جزيلا لك على وجودك معي وعلى رأيك سيد قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا لك. يا هلا بكما. مشاهدينا الكرام، فصل قصير وننتقل إلى الجزء الثاني من المسائية، ابقوا معي.